معانا على التليفون دكتور جمال الفاضي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور جمال. دكتور جمال أهلا بك، معك يوسف الحسيني، برنامج التاسعة، القناة الأولى المصرية. أهلا 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 أستاذ. أهلا بك يا دكتور جمال. دكتور جمال، مهم عندنا أن احنا نسمع تحليل من حضرتك لما يحدث الآن على الأراضي الفلسطينية، يعني من بدء عملية طوفان الأقصى في صبيحة أمس وحتى هذه اللحظة. مساء الخير لكل المشاهدين. ما يحدث أو ما حدث منذ الأمس يشكل نقطة كبيرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي. فما حدث بالأمس هو بالتأكيد هو تغليب الإرادة الفلسطينية على قوة العنجهية التي تمارسها إسرائيل. ما يحدث وما حدث بالأمس يؤكد على أن صوت العقل الذي طالما تدعو إليه مصر قد غاب أمام عنجهية اليمين الإسرائيلي الذي يصر على إذلال الفلسطينيين ويصر على استمرار الاحتلال ويصر على اقتحام الأقصى ويصر على تغول المستوطنين واقتحام المدن الفلسطينية واستمرار الحصار. كان رد فعل المقاومة الفلسطينية كما رأيناه جميعا كان مفاجئا لا شك لنا، وليس فقط للاحتلال ولكل المحللين وربما لكل الداعمين للمقاومة. كان شكل إنجازا ميدانيا نتج عن تخطيط استراتيجي وتكتيك عسكري وعمل ميداني فريد في تاريخ الصراع. إنه شهر أكتوبر ونحن نتذكر شهر أكتوبر الذي حقق فيه العرب بقيادة مصر الانتصار التاريخي على دولة الاحتلال، وها هو أكتوبر يعيد لنا المجد مرة أخرى بانتصار إن شاء الله على هذا الاحتلال، وأن يحاول هذا الاحتلال رغم محاولته القيام بالقصف المستمر للبيوت الفلسطينية وقصف البنى التحتية ومحاولاته تدمير الحياة المدنية الفلسطينية. في النهاية نرى من خلال الأمس واليوم أن هذا الاحتلال ربما يعيش حالة فوضى معلوماتية وفوضى عملياتية وفوضى لوجستية. يبدو أنه في أزمة حقيقية، وربما التدخل الأمريكي الداعم لهذا الكيان يؤكد على أن هذا الاحتلال هو في مأزق كبير. بالتأكيد قد تكون وسيكون هناك خسائر فلسطينية كبيرة من المدنيين نتيجة محاولة هذا الاحتلال الانتقام وليس الرد على قوة عسكرية، وإنما الانتقام من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. بالتأكيد نحن كلنا أمل بدور عربي ودور مصري بالذات من أجل التدخل ومحاولة كبح هذا الاحتلال وكبحه من القيام بمزيد من الجنون ضد شعبنا في قطاع غزة. بالتأكيد ما حدث ويحدث اليوم يشكل نقطة جوهرية في الصراع، ويؤكد على أن الأساس لهذا الصراع هو الاحتلال، وأن البحث عن حلول، لا نريد حلولا ذات علاقة بالأمن وحلولا لها علاقة بالحياة المعيشية، إنما هناك احتياج لمبادرة سياسية. طالما إسرائيل رفضتها وبالذات هذه الحكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو تقود حكومة يمينية لم يعد يستمع لصوت الأصدقاء صوت العقل من أجل محاولة تقديم مبادرة للتوصل لحل من أجل تخفيف من سفك الدماء، ولكنه يبدو أنه رضي أن يكون أثيرا لليمين المتطرف. ونحن نرى ونشاهد عبر شاشات التلفزيون ما يحدث. طيب دكتور جمال، من المقاومة الفلسطينية هو رد فعل لهذا الاحتلال وما يقوم به من عمليات قتل وتدمير
للشعب الفلسطيني. إذن دكتور جمال، هنا قد يأتي سؤال يعني أظن أصبح سؤالا واجبا، يعني في إطار أنه عملية طوفان الأقصى لم تكن في الحسبان على الإطلاق كما هو واضح، فلم تدري عنها الولايات المتحدة الأمريكية شيء، ولم يدري عنها الجانب الصهيوني أي شيء على الإطلاق، فكانت مفاجأة بكل ما تحمله الكلمة من مقاييس ومعنى. إذن ما الذي يمكن أن يدفع الجانب الصهيوني للجلوس مرة أخرى على مائدة المفاوضات مثلما حدثت هذه العملية؟ من الوارد أن تتكرر، ولا نريد أن يمتد أمد الصراع أكثر مما هو عليه، نريد أن نجلس على المائدة لوضع حل سياسي نهائي وحاسم وعادل. ما هي الظروف التي قد تدفع لهذا الحل؟ لا شك أن الصراعات العسكرية والحروب العسكرية والعمليات العسكرية هي نوع من التفاوض الخشن. في النهاية سيصل أي طرفين في الصراع إلى طاولة المفاوضات، وأعتقد أن مهما كانت هذه النتيجة التي تتمخض عنها هذه الحرب الشاملة التي ستسعى إسرائيل من أجل فرض شروطها، سنصل إلى التفاوض. وبالتأكيد هذه المفاوضات التي قد تكون محتملة في الأيام القادمة أو ربما في الأسابيع أو في الأشهر القادمة ستنتج ربما مبادرة. نحن ندرك تماما أن في النهاية الحروب لها نهاية والعمليات العسكرية لها نهاية، ولكن في النهاية الصراع هو يكون على من يفرض شروطه على الآخر. أعتقد أن الجانب الفلسطيني والمقاومة استطاعت أن تحسن من الشروط الفلسطينية واستطاعت أن تغير المعادلة، وأعتقد أن التاريخ ما قبل 7 أكتوبر لن يكون مثل بعد 7 أكتوبر فيما يتعلق هل تعتقد دكتور أمال على التوصل لحلول واضحة ومبادرة سياسية تحقق الشروط العادلة للشعب الفلسطيني؟ هل تعتقد دكتور جمال أنه دخول الولايات الأمريكية على الخط قد يغير يعني ولو شيء أو أشياء حتى من المعادلة؟ البنتاغون أعلن إرسال الحاملة جيرالد 4، والبيت الأبيض على لسان جو بايدن أكد على أنه المساعدات الأمريكية في الطريق إلى الجانب الإسرائيلي. هل تعتقد أنه أمريكا بالفعل سوف تدخل على خط المساعدة المباشرة أو المواجهة غير المباشرة، ومن ثم هل سوف يغير ذلك من المعادلة؟ للأسف الموقف الأمريكي المتماهي تماما مع الرؤية الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية يؤكد نقطة لا خلاف عليها، أن هناك انحياز كامل من ولا جدل فيه من الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل. هذه نقطة، أن الولايات المتحدة لا يجوز ولا يصح أن تبقى راعي لعملية السلام وهي منحازة بهذه الطريقة إلى الاحتلال. نقطة ثالثة، موقف الولايات المتحدة الداعم الميداني والعسكري، وكما سبق لها أن قامت بكل هذا الدعم مع أوكرانيا، يؤكد أن الولايات المتحدة دولة لا تسعى إلى السلم العالمي، وإنما دولة تسعى إلى مزيد من الحروب ومزيد من الدمار في ظل وجود إدارة ديمقراطية يقودها بايدن. أعتقد من جانب آخر أن وجود الولايات المتحدة ومحاولة تقديمها المساعدات ربما تكون نوع من الحضور الأمريكي أو رسالة ربما لعدم السماح بتدخل أطراف أخرى في الصراع مثل حزب الله مثل إيران. أعتقد هذه النقطة مهمة وأخذت عين الاعتبار. هناك كان خشية إسرائيلية، يبدو هناك تخوف إسرائيلي أن تعيش إسرائيل حالة من الصراع متعدد الجبهات، سواء كانت في قطاع غزة، سواء كانت من جنوب لبنان، من الجولان، من الضفة الغربية، من مناطق أخرى. ونحن نرى اليوم هناك حالة غليان كبيرة نتيجة ما تقوم به إسرائيل. فكان لابد للولايات المتحدة من أجل ضمان بقائها كما سبق وأن فعلت في أكتوبر 73 عندما قادت مصر والجيش المصري حرب عظيمة ضد إسرائيل، لولا تدخل الولايات المتحدة لكانت النتائج مختلفة. إذن الولايات المتحدة وجودها هو من أجل حماية هذا الكيان المسيح، ويؤكد أن الكيان المسيح هو جزء من الأدوات التي تسعى الغرب الرأسمالي إلى إبقائه
من أجل تحقيق مصالحه الاستراتيجية ومصالحه الاقتصادية في المنطقة. طيب. لا نتمنى أن تزداد المنطقة اشتعالا، ولكن يجب أن يستفيد الجميع، يجب أن يستفيد كل الأطراف في الصراع. وهنا نلاحظ الموقف المصري المميز دائما، الموقف الذي دائما يسجل له بالعقلانية والهدوء في التعاطي مع الأزمات المتعلقة بالصراع. كان من المفترض أن يستمع الجميع، وأعتقد تستمر مصر وتستمر القاهرة وقيادتها في لعب هذا الدور من أجل تخفيف حدة النتائج التي يمكن أن تترتب عليها هذه الجولة أو هذه الحرب الشاملة التي ستسعى إسرائيل إلى محاولة تغيير المعادلة ومحاولة تحقيق نتائج ترضي حكومتها اليمينية وترضي شعبها الذي لم يعد راضيا عن أدائه الاستخباراتي والعسكري والميداني. فالولايات المتحدة أعتقد وجودها ومحاولة تقديم كل أنواع الدعم من خلال تصريحات لبايدن، لمستشار الأمن القومي، لوزير الخارجية، لوزير الدفاع، لقائد المنطقة العسكرية الوسطى، كل ذلك يؤكد على أن الولايات المتحدة هي ستقف بكل ما تملك من قوة بجانب هذا الاحتلال الذي أصبح اليوم في الزاوية، الذي أصبح اليوم يعيش أسوأ مراحل ضعفه نتيجة هذه العملية البطولية التي حققتها المقاومة. طيب دكتور جمال، سوف أعود إلى الموقف الأمريكي مرة أخرى، ولكن أولا يعني وأنا أشاهد الآن يعني عبر الشاشة لقطات مباشرة من غزة، فأرى أن هناك يعني تصاعد للدخان من أكثر من موضع، فمهم عندنا أن احنا نطمئن أيضا على الوضع في غزة الآن ونحن نتحدث. لا شيء، ما أنت ربما تعلم يا صديق أن إسرائيل تمارس كل أنواع القتل عبر قواتها الجوية وعبر قصفها الصاروخي ضد المنشآت المدنية. تعلم أن قطاع غزة منطقة مزدحمة وكبيرة بالسكان، وهي ربما لا تجد مكانا للفراغ لهروب الفلسطينيين، لا بديل للفلسطينيين إلا البقاء في منازلهم. وإسرائيل تقوم بشكل كبير منذ الأمس بعمليات جوية مستمرة وعمليات بحرية بالقصف الزوارق البحرية لقصف المباني والأبراج والعمارات السكنية والبيوت فوق ساكنيها. للأسف طبعا نحن لا نتمنى مزيد من السقوط الشهداء، ولكن لا نملك ما يمكن أن ندافع به عن أنفسنا أمام هذا التغول الإسرائيلي وهذا العمليات القتل التي تمارسها عبر قواتها المسلحة الإسرائيلية. إسرائيل ستستمر بهذه الطريقة في محاولة لتسجيل أكبر عدد من الشهداء في الجانب الفلسطيني من أجل إيصال رسالة لشعبها أنها استطاعت تغيير المعادلة وتحسين شروط الصراع القائم الآن. طب في رأيك دكتور جمال، يعني نحن نعلم جيدا موقف بايدن من إسرائيل، وهو موقف قديم سبق وأن قال أمام الكونغرس بأنه إن لم يكن، كان من سنوات طويلة يعني، إن لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها حفاظا على مصالحنا في المنطقة. فعلى ما يبدو هذه هي رؤية جو بايدن، ونحن مقبلين على انتخابات أمريكية جديدة. هل تعتقد أنه المقاربة أو خلق مقاربات للحل على الأراضي الفلسطينية سوف تختلف عند وجود الجمهوريين على سبيل المثال؟ والله أعتقد ربما من خلال قراءتنا لكثير من التطورات التاريخية، من خلال متابعتنا لإدارات سابقة سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، أن لا فرق بينها في التعاطي مع إسرائيل. إسرائيل هي الدولة المدللة، وربما تكون ولاية إضافية للولايات المتحدة موجودة في الشرق الأوسط، ربما هي الابن المدللة، ربما هي الكيان التي تملك كل عوامل الاجتماعية والتاريخية والدينية المرتبط بالولايات المتحدة. للأسف أعتقد أن هناك لا يوجد جدية حقيقية من الإدارات الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية في وضع حلول حقيقية وإصرار على وجود حلول حقيقية أو مبادرات من أجل إنهاء الصراع. للأسف كل هذه الإدارات فقط تعمل على إدارة هذا الصراع، أو ربما تطرح بعض العناوين وبعض التصريحات التي من خلالها تظهر أنها تعمل من أجل السلام، ولكن بالحقيقة هذه الإدارات
بغض النظر كانت جمهورية أو ديمقراطية، هي تتماهى تماما مع الرؤية الإسرائيلية وتتبنى إسرائيل. ولعل ما يحدث اليوم من دعم بكل الأشكال ومن بكل المواقف وكل أنواع المساعدات لدليل على أن الولايات المتحدة لا تسعى ولا تعمل من أجل منع إسرائيل من القيام بالمجازر والتدمير والحرب الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني. الولايات المتحدة بإمكانها أن تبحث عن العدل وتسجل لها نقاط كبيرة وتبقى على علاقتها الطيبة مع إسرائيل، ولكنها هي دائما تتبنى الرؤية الإسرائيلية. وأعتقد أن الولايات المتحدة ستستمر بهذا الموقف سواء عيد انتخاب بايدن أو جاء مرة أخرى ترامب أو غيره من الجمهوريين. الولايات المتحدة ستبقى على هذا المنوال وستبقى إن لم يتغير شكل النظام الدولي والمعطيات التي ربما نحن نعيش في إرهاصاتها على المستوى الدولي. ويجب أن يتغير شكل النظام الدولي. أشكرك جدا يا دكتور جمال، كل الشكر للدكتور جمال الفاضي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.